على كل حال انا استاذ محمد بن مالك محامي ديال السي محامي من ضمن المحامين ديال السي حيدر محمد. الجلسه الان تاخرت لاعداد الدفاع لان المتهم الاخر قرر انه يكلف محامي باش يدافع عليه بالاضافه للمحامي اللي عنده. دونك المحكمه اخرت لان حق الدفاع هو حق مقدس ما كنناقشوش وتاخر الملف. دونك بالمناسبه ديال تاخير الملف تقدمنا الملتمس ديال اصطلاح الموقات باش مره اخرى ذكرنا المحكمه بان راه مبررات الاعتقال الاحتياطي ديال السي الحداوي غير متوفره. بينا بان راه الضمانات عند السي الحداوي كاينه لان السي الحداوي نائب برلماني، السي الحداوي رجل اعمال، السي الحداوي رب اسره، السي الحداوي عنده عمل قار، السي الحداوي نائب برلماني، السي الحداوي فاعل جمعوي، داك الشيء كلشي بينا المحكمه وبينا على ان حتى الافعال اللي متابعه من اجل السي الحداوي ما كايناش اصلا، ما كاينش شي فعل جرمي. والجديد هو اننا قلنا للمحكمه راه بان السي الحداوي مستعد يحط كفاله ماليه من اجل تمتيعه بصراحة الموقات. حنا كنتسناو المحكمه اخر جلسه. انا تنشوف على ان السي الحداوي ما خصوش يكون الان راه عندنا اعتقال احتياطي مع الاسف. وداك الشيء علاش ما كناش حنا متفقينش على هذا القرار لانه هو قرار ما كي اولا ما عندوش مبرر قانوني، ثانيا شنو الفائده ان الحداوي يكون في السجن؟ الحداوي يكون في السجن ما كاينش شي فائده، ما كايناش، علما بان دابا الان كنشوفوا الظاهره ديال اكتضاء ديال السجون، وشفتوا دابا المندوبيه خرجت بواحد البلاغ. على كل حال دونك بحال دابا اشخاص بحال هكا يبقوا في برا كان احسن، السجون ما غاديش تكتض والمجتمع ما غاديش يتضر اذا كانوا على برا. وحنا الدفاع هو هذا الدفاع ديما كتبقى ما كت حنا اللي عندنا في هذه المهنه اننا ما كنيأسوش كنبقاو كاين الاصرار. حنا للامانه انا كدفاع ما كنشوفش كيفاش يمكن السي الحداوي يمكن توقع الادانه ديالو. انا كدفاع زعما كدفاع كرجل قانون صعيب عليا باش نتصور على ان السي الحداوي يمكن تم الادانه ديالو ويتحاكم ويتحكم من اجل ارتكاب الجنحه ديال المحاولات. ما كان صعيب باش نتخيل هذه القضيه، ما كنقدرش نتخيلها على كل حال لان كما قلت صعيب باش المواطن يحس بالحقره بلادو. الراجل تيحس بالحقره لان كيلقى راسو بانه في السجن ما دار والو، في السجن لا ما عنده حتى شي ذنب في السجن، وعنده باش عنده ماشي شي واحد هارب ماشي مستعد، ولهذا صعيب. والحاله ديالو متدمره والمصالح ديالو الماليه ديال الشركه ديالو هي عرضه دابا للضياع. دونك يقدر الحداوي الى تعطل غادي يخرج غادي يلقى الشركه ديالو عندها مشاكل ماليه عويصه. حنا نشوف حنا ديما كنبقاو نطلبوا من القضاء وحنا ديما كنبقاو كنثقوا في القضاء. السيد الحداوي رجل نظيف وبانه هذا الشيء كل شيء اللي كيتنسب ليه ما عنده حتى شي اساس من الصحه، بانه رجل محترم وبانه رجل لم يرتكب اي فعل يعاقب عليه القانون.